السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا فيديو، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد، عام جديد، نهار جديد، ان شاء الله يكون مربوح عليا وعليكم يا رب. نبدا الفيديو البنات، بسم الله. اليوم راني قاعده واحد الطاقه راه عندي ما شاء الله، قلت نشارك مع اخواتاتي واحد المنشور شفته في الفيس. بغيت نقول مع اخواتاتي نهضروا على هذا المنشور ونشاركوا فيه ونهضروا، باسكو اغلبيه كاع هاد النقطه رانا كاع طايحين فيها. نبدو بسم الله. هذه الاخت تقول: اليوم كنت في البيس، ركبت حدا واحد الشيبانيه شافتني دايره خاتم تاع خطبه، بدات تحكي معايا وقالت لي نعطيك نصيحه، راني متزوجه 50 سنه زواج ولا اكثر. قالت لي المراه اللي تلعبها قافزه بزاف وتبدا تخدم لخدمه المراه والراجل، تنقي وتطيب تسيق تروح تقضي من برا، هي توصل لدراري تتخسر لمبه تسقمها، اي حاجه تخسر في الدار ولا تركبها وتسقمها، تلفت قرعه تاع الغاز وحدها دايره روحها مانوفري، تبنتر الدار واغلبيه كاع راهم يخدموا كيما هكا ومني انا وروح. قالت لي هذيك ترد راجلها عديم المسؤوليه واتكالي، طالق عليها المسؤوليه وهو يدير راقد ولا مجمع في القهوه ويشوف فيها راجل. علاه يشوف فيها راجل؟ باسكو تخدم خدمه راجل ماشي مرته، غير تمرض يتقلق منها باسكو والفها دايره كي الراجل وتسلك روحها. هنا تبدا المقارنه. وقالت لي وهذيك اللي تخدم شغلها وبس، تتخسر اللمبه تقارع راجلها حتى يجي يركبها، محافظه على انوثتها، ركزوا لي على الانوثه وصحتها، وكي تمرض ترقد، وكي تعيا جيب واجد من برا الماكلة، وكي تستحق حاجة تعيط الراجلها يرفدها لها، بغات حاجة تقيلة ولا يعاونها، وهذا الراجل اللي تلقاه مشاركها المسؤولية ومعاونها ويموت عليها ويبغي مرته. قالت لي ربي كي خلق المرأة مرأة والراجل راجل، راه عارف شراه يدير المرأة عندها خدمتها والراجل عنده العمل تاعه، ولا خلطتوا في الامور ماشي من مهامكم، راحت عليكم. الراجل انت ترديه مسؤول وانت ترديه فاغل الشغل، وتلعبيها فحله بزاف، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. البنات ان شاء الله هذا الكلام اللي قالته هذه الشيبانيه للاخت ان شاء الله قاع نطبقوه ونستمعوا واش قالت ونفهموا واش هضرات، وكل وحده تحافظ على الانوثه تاعها، كل وحده تتهلا في نفسها وتخدم خدمتها فقط، يعني ما تخدميش كثر ملي عندك مسؤوليه، يعني مسؤوليتك باينه محدوده، ما تزيديش على روحك. اللي راها زايده على روحها تقول لك انا ولفت الزوج تاعي، لا غالب ولفته وانا نخدم كيما هكا ما نجمش، لا كيما ولفتي تنجمي عاود تولفيه باللي عندك خدمه محدوده، مني انا وروح. كل وحده تتهلا في نفسها وتحافظ على انوثتها. الانوثه البنات راه فيها شعال من الصفه، يعني في اللباس، في الابتسامه، في الكلام تاعك يكون ماشي صوت تاعك مرتفع كيما نقولوا وخشين، ما تكونيش كيما نقولوا بزاف. فيها الصفه تاع الانوثه فيها عده صفات كيما قلت لكم، كاين المراه وكاين الانثى، كاين الرجل وكاين الذكر، مختلفين. نتمنى كل وحده اللي راه تسمع هذا الميساج تتهلا في روحها، تهتم في نفسها، اللي تكون هامله نفسها، كاين بزاف اللي يكونوا هاملين في نفوسهم، خاصه المراه اللي تخدم عندها الصباح عاده تنوض وتشوف في وجهها وتماكيي وتشوف كاش عيب في وجهها تسقمه. بون هذه هي، لكل واحد يهتم بنفسه والانثى تبقى انثى، ما تحرميش، ربي نعمك بهذه الصفه الانوثه، يعني احتفظي عليها. احبكم في الله، مع السلامه.